السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الدنيا بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء، زي ما احنا متعودين. طبعا دي التحيه بتاعتنا، تحيه قناه منوعات رحال. كان استاذ عماد عمل لنا عرض كام يوم كده على شاشات وكمبيوترات، فاحنا برضو حبينا نهادي المشاهدين بتاعتنا ونعرف طريق اللي هو مكان الراجل الاخ الطيب اللي هو شرابي ده. تمام، الراجل المحترم ده بصراحة أنا جيته النهاردة أصبته في شغل معين كده، دراعات وصيانة. بسم الله ما شاء الله، لقيته بصراحة حاجة 10/10 يعني، بما يرضي الله يعني. حتى أنا معايا خالي، ابن خالي وخلقالي المستر أمير الخوالقة، جايين برضو إن شاء الله هنشتروا حاجة. المحل بصراحة كله مصداقية يعني، وهو العرض يعني بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك يا عمدة، عملت شغل حلو بصراحة يعني. طبعا المكان دوت زي ما قلنا شارع صبح البلكي، متفرع كده من ايه، من اسلاميه. ده ان شاء الله اهداء لجميع اهالي ده منهور باذن الله ومشيته. خلصت يا باشا؟ هتعمل ايه معانا؟ ماشي يا حبيبي، الله يخليك يا رب. حبيب. طبعا برضو عنده هنا ده قسم الصيانة، الناس دي بسم الله ما شاء الله. شيخ يا شيخ منورنا يا عم. عادي، انت عايز تعملها من ده فوق بك بيندم تعمل تست عليه حاجة، مش فاهم مرة. ابني وابن خالي اهو مات. طبعا في مكان عد فلوس وفي مكان تصوير يعني. هنسيب طبعا رقم الاستاذ محمد، واللي عايز اي حاجه يتواصل معاه، وعلى ضمانتي طبعا الراجل ده. يا جماعه السلام عليكم.